بسم الله الرحمن الرحيم ممكن يكون واحد عمل صفحة على الفيسبوك او على تويتر او على اي موقع حاسس ان وقت وعايز يلغي الصفحة ديت تمام في موقع اسمه جاست ديليت دوت الموقع دوت بتشوف ايه الحاجة اللي انت عايز تلغيها في في تقريبا كل المواقع المشهورة اللي انت ممكن تكون تعمل عامل عليها حساب وعايز تلغيها وبيشرح لك ازاي تلغيها يعني هنا مثلا الفور شيرت بتدوس هنا بيفتح لي الصفحة اللي انا ممكن اقدر الغي الحساب منها اهيت ديليت اكونت عند مثلا الفيسبوك وبشرح لي لو في مشكله في الفيسبوك او كده بيقول لي في معلومات اهيت ان في حاجات مش هتتلغي فبقول له ماشي فبيدخلنا على صفحه الفيسبوك اللي اقدر الغي منها الحساب بتاعي وهكذا تمام لو حد عايز يلغي اي حساب في اي موقع هو عمله الموقع اسمه just delete دوت بي